ايه دخلت المكتب؟ مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة وبالضبط من بولانوار. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في اينما كنتم مشاهدينا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. خوتي حنا كنتواجدوا في بولانوار، كنتواجدوا في الدوار اللي معروف هنا في بولانوار، اللي تيقولوا بان مدينة خريبكة بدون صفيح. لا، مدينة خريبكة فيها الصفيح، باقي فيها السكن العشوائي، باقي فيها الناس كتعاني، باقي فيها الفقر، باقي فيها المعاناة، باقي فيها بزاف ديال الحوايج. خليونا من الشوارع الرئيسية ديال مدينة خريبكة، نشوفوا جنبات مدينة خريبكة ونشوفوا معاناة الساكنة ونشوفوا معاناة المواطنين. مدينة خريبكة قالوا لك بدون صفيح، مدينة خريبكة باقي فيها الصفيح، كاين في بولانوار، كاين في بوجنيبة. شوفوا خوتي المعاناة ديال هاد الناس. فاحنا اليوم مشاهدينا جينا عند واحد الأسرة اللي كتعاني معاناة حقيقية، مأساة حقيقية خوتي، هما وليداتهم، مصدر العيش ديالهم هو هاد الكروسة هادي والبركاسات خوتي، يعني تيمشيو كنقولوها بالدارجه ديالنا بوعار، يعني تيمشي تيلقطوا داكشي في البركاسه، تيحاولوا انهم يبيعوه منو مناش كيعيشوا. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد، هادشي مرضهم ومرض وليداتهم، الحساسيه ديال الازبال مرضتهم ومرضت وليداتهم لدرجه انهم ما لقاوش باش غادي يعالجوهم. اذا هنا خوتي كنتمنى ان الصوره تكون واضحه لان شويه كاينه الشمس. فين ساكنين؟ غتقولوا لي فين ساكنين؟ ساكنين في براكه كما كتشوفوا معنا، يعني شويه الشمس حجبات الصوره باش تكون انها واضحه. براكه هانتوما، لاحظوا معنا براكه خوتي في بولانوار. باش ندخلوا نشوفوا لداخل قبل عاد باش ناخذوا الكلمه، حتى الضو ما كاينش، لا ضو لا ما، اكيد كما كتعرفوا السكن العشوائي والمعاناه ديالو. غادي نحاولوا الاخوان باش كيضويو، كيضويو ب سميتها البوطه، وديك البوطه والفتيله. دابا حاولت السيده انها تشعل، حتى هي ما بغاتش تشعل لينا. ها هي مشاهدينا والاخوان غادي يعاونونا غير بالبيلات ديال التليفون. هذا هذه هي باش تيضويو، هذه هي باش يقراو هاد الوليدات هنا فين عايشين. البراكه يعني مسقفه بالقصدير، معاناة حقيقية في هاد الفترة ديال الشتاء، في الصيف محنين وفي الشتاء محنين. هذه هي الكوزينة ديالهم خوتي، إذا كنتمنى خوتي أنكم تبارطاجيو هاد المعاناة. عاد نمشيو نسمعوا من رب الأسرة أشنو تيطلب ويحكي لنا على المعاناة ديالو خوتي. إذا نخليكم معنا، غادي نخرج لبرا فين كاين شويه الضو باش ناخذ الكلمه والمعاناه. هنايا الطواليت صافي صافي صافي، الله يكون في العون، راه هادشي باين. تفضل سيدي ناخذ من عندك الكلمه، تفضل انت هو رب الاسره، تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. انا اختي تنطلب من الاخوان المسلمين باش يتعاونوا معايا. انا تنعيش واحد الحاله واحد الازمه، يعني ضعف. انا تنتمنى من الاخوان المسلمين يشوفوا هذه الحاله اللي وريتيهم التيدر. انا شوف كيفاش نعيش، راك شتي اختي، راك وريتيهم عندي كروسه، تنمشي تنبوعر على وليداتي باش نجيب لهم طرف ديال الخبز ما ياكلوا، باش نجيب لهم طرف ديال الخبز ما ياكلوا. انا اختي عندي سياتيك مريض، ووليداتي هاد الصغير حتى هو مريض، عنده الحساسيه ديال المبريطه ديال الخمز، عنده في عيني، دوزت لي عندي الوراق ديالو، غير من هاد الضعف ما صدتش باش غنداوي. والدري الكبير عندي عنده الحساسيه مفرطه، هادشي من هاد الازبال، من هادشي من الازبال. وانا عندي سياتيك، والدري الكبير حتى هو مريض، عنده مرض فقر الدم ولا الولسيس. انا اختي اللي تنطالب دابا من الاخوان المحسنين يساعدوني ويعاونوني ويشوفوا هاد الحاله اللي تنعيش فيها.
لا الضو لا النق، القطره تقطر على النق. انا الدراري دابا مشكل عندي في الحفاضه ديالهم، تنبغي نحفظهم ما تنسيبش علاش غنحفظهم، تندير لهم بوطه باش يعاونوا روسهم. الدراري ما بغاش تعلينا، حتى البوطه راه حضرتي ما بغاش تعلنا. انا بعض الخطرات تيشدني السياتيك تريح تخرج المراه ديالي، هي تهز الكاروسه تمشي تتبوار. يعني الا انت شدك السياتيك ما قدرتيش تحرك تمشي حتى هي. انا بعض الخطرات تنوض بزز باش نمشي باش نجيب لهم ما ياكلوا، الا ما درتش بحال هكاك ما غيعيشوش ليا وليداتي. هادشي علاش تنطالب من الاخوان المحسنين، انا تنطلب منهم يساعدوني يعاونوني. راني بواحد الازمه، واحد الحاله، واحد الحاله، ووليداتي راهم مراد وانا مريض، خاصهم يعاونوني وليداتي. انا تنطالب بالدري الكبير، الدري الكبير راه عنده 3 دول سيسيس. يعني وما عرفتيش شخصو الحاله ديتيها للطبيب؟ باقي ما عمرني ديته، غير كتفرج فيه ما لقيتيش. كنشوف فيه هو راه من حد هو دابا وتيضعف ليا. ما عرفتيش مناش كاع؟ لا ما عرفتش، باقي ما دوش لي. انا دوست مره ولكن ما قدرتش باش غادي نداوي راسي، باش غنمشي للسبيطار ما عنديش، باش غادي نشري الدواء ما عنديش، باش غادي نوكل وليداتي. يلا تنصور واحد 400 ولا 500 نجيب نوكل لوليداتي، عدنا الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي تنقول وتنطلب من المحسنين يشوفوا هاد الحاله. انا هالكلمه غنعطيها للزوجه ديالي باش يعرفوا الحاله ديالك كيفاش هي. كنطلب من المحسنين يعاونوني على وليداتي، عندي 3 الوليدات، جوج مراد، حتى جوج مراد، وكنطلب منهم يعاونوني على الابره. انا تقهرت، انا الله اللي غالب، انا تقهرت اخوتي المسلمين. عيني البركاسه، عيني نتعقب ليهم، عيني نجي نوكلهم، انا ما عندي حد سوى الله وراجلي، سوى الله وراجلي. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. كنطلب من المستمعين يعاونوني، انا في واحد الحاله لا ترى، لا ترى، انا في واحد الحاله عايشه في واحد الحاله لا ترى. نمشي للبركاسه، نجي نلقى الوليدات تشوفهم كرفسي المدرسه، يعايروا الدراري، جيتهم مسخين. شوف الحاله تاعنا كي دايره، الواد كيف يهد علينا. ناكلوا من البركاسه، مشيت انا يبرك الراجل، يبرك الراجل، نمشي انا وغاديين تو غاديين مع الزميان، نجيبوا 400 600 ناكلوا. ما عندنا ما نخزنوا، ما عندنا ما نشيطوا باش غادي نداوي هاد الوليدات، وباش غادي نكونوا معاهم. جا الصيف رحنا محنين، جات الشتا رحنا محنين، راكم شفتوا اخوتي وشوني فين كنعيشوا. هاد الشيء اللي ما تيقنيش يجي يشوف، اللي ما تيقنيش يجي يشوف، اللي شاطط عليه شي حاجه يجيبها لك. انا مستعده في مدينه منوار، اللي شاطط اي حاجه محتاجه له، اي مساعده، اي مساعده. والله حتى كنكسيوهم، هاتي كنكسيوهم من البركاسه، هذا راه تاع البركاسه، وشتو لبستو للدر، تنصبنهم. هذه تاع البركاسه هي متقوبه ولابسه ودايره بالقدره تاع الله. ها يعني انت لقيتي حويجات في البركاسه؟ لقيتهم وكنصبنهم وكنلبسهم، وكنلبسهم لوليداتي، لان ما عدناش ما كنكسبوا حتى حاجه اللي غادي نديروا منها. دقيق عجناه من البركاسه، صناه مدق وداه وعلى تقليدي، وربي شاهد على قايل عجنته من البركاسه. جتو مصمم، لقيتو في ميكا معقود، وجتو ديال الكاطو لقيتو في ميكا معقود، وجتو غربلتو ووكلتو الوليدات. علاش؟ لانني ما بغيتش نوكل ولادي الحلال، كنطلب من الله نوكل ولادي الحلال. يعني انت باغا من خوتك المسلمين اي حاجه اللي ما بغاوهاش يجيبوها لك، انا مستعده ليها. واللي ما تيقنيش يجي يشوف، انا فاكه بابي لاي واحد، اي مسلم خويا بغاني يجي يشوف محالي ويشوف وليداتي. شحال في العمر ديال الوليدات؟ العمر هذا عنده 10 سنين، هذا 7 سنين، الدري الكبير 15 عام، الدري الكبير ما بغاش يبان، قال كنقرا. لا ما يبان حتى واحد. شوف الدري لا بلا ما نبينوا الوليدات. ما تبينش راسه يقرا. بلاش ما يبانش. راه باينه الحاله، شفت العوينات ديالو، يعني النداء ديالك هو ما كتقولي لا بغيت هذه ولا هذه. لا ما باغا، اللي عطاوها لي انا قابلاها من خوتي المستمعين، اللي عطاوها لي انا قابلاها منهم. محتاجه انا، محتاجه انا الضراب تاع رجليهم. اللي عطاني شي حاجه واللي عاوني على وليداتي الله يعاونو بالخير، والله جازين بالخير. وحنا دايرين عام على المحسنين، كاين اللي كيصيبنا كنباركسو وكيجبد حاجه كيعطينا، كاين اللي كيوقفني كيوقفني كيقول لك واش كتلقطي الميكا، كنقول ليه اه، كيجبد 400 ويقول لك تغديتي وليداتك. النهار اللي ما كيكونوش قارين كنديهم معايا، وراك تشتيني الاخت تيقلبوا معاك، تيقلبوا معايا. علاش دري دارين وعيني صاب قرعه تيمشي يجيبها لك؟ لان محتاجين ليها. الا ما بعناش هذيك القرعه ما غنتعشاوش، الا ما جناش ما ناكلو ما غناكلوش. محتاجين لاي حاجه، اي حاجه مستعدين ليها نديروها باش ناكل، باش نجيبوا اللقمه تاعت العيش لينا. حلال كيما قلت. اه حلال.
نعم مشاهدي قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا معنا ها هو مصدر العيش ديالهم، هو هادشي اللي كتشوفوا خوت، ها شنو كياخذوا من البركاسة، ها شنو كيجمعوا من البركاسة، هادشي كامل 500 تنصور 400 من هادشي ولا 500 الله تنجيب لوليداتي ما ياكلوا. الا الدري الا بغى عير دفتر خاصني ثاني حتى الغد عاد نجمع ليه وعاد نشري ليه دفتر. الا بغى الدري شي حاجه خاصني حتى هي تنجمع عليه وعاد انا اختي تقهرت حسبي الله ونعم الوكيل. تنطلب من الاخوه المحسنين يعاونوني يتعاونوا معايا، يشوفوا هذه الحاله اللي تنعيش فيها، شوفوا حالتي انا كيفاش تنعيش، انا كنت صحتي انا راه نخدم عليهم ليل ونهار، ومنطالب بحال كنطالب الاخوان المسلمين يساعدوني تعاونوا معايا اخواني. شوفوا هانتوما حالتي كيفاش نعيش، هذا هو مناش نوكل ولادي ومناش نعيش ولادي، وهذا هو اللي مرض لي وليداتي، مرضني حتى انا اصلا دار لي العصاب، انا عندي العصاب دابا هنا تنفق لي القلب ديالي كيخرج لي عظم قد هكا، وما مستش باش غادي نتاج للسبيطار باش غادي نمشي نداوي باش غندوز للدري، انا ما كرهتش انا وليت نشوفها في وليداتي ما تنشوفش في راسي، انا باغي عير باش نجيب لهم ما ياكلوا، وقت نحس براسي مريض تنجيب لهم ما ياكلوا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله هادشي ديال الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الحمد لله. اذا الصوره يعني واضحه او الصوره معبره وكذلك يعني هنا مشاهدي قناه شوف تيفي واحد السيد اللي حتى هو من بولانوار غيور، اجي خويا هنا غيور على هاد المدينه اللي بغى يناشد كذلك القلوب الرحيمه، نسمعوا منه خويا تفضل. سيدي السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. خوتي انا كنقول لكم خوتي المحسنين تعاونوا مع هاد الناس، راه في حاله يورث لها، راك الشمس كل لقمه العيش ديال ما انتم خوتي، واش دخلنا عليكم بالله هادشي اش غيجيبها؟ ما غايجي شل، اش غنقول لكم راه حاله يرسل خوتي، راه عنده واحد الاخ مريض عنده الولد سيس، راه اش غنقول لكم راه ها راه ما هو ديما راه كنقدم لي المساعدات في اي حاجه كنقدم لي المساعدات. هاد السيد مسكين راه لاحق، هاد السيد واصل ماديا ومعنويا وصحيا، وراك شل راه اش غنقول لكم فاش عايش، راه اش غنقول لكم راه الحاله راه لا حول ولا قوه الا بالله. خوتي احبابي انا راه كنوجه الكلام حتى الناس المسؤولين، راه هاد الناس راه خريبكه راه جوهره، راه خريبكه صاحبي راه بلد مدينه منجميه، يعني خاصها تكون بدون صفيح. راه عرفتي المعاناه ديال هاد الناس في هاد الازمه ديال الشخصي كيوقع عليهم، راه حاله يرثى لها، راه غنمشي نوصل نوريك شي بيوت اختي ريبين، وما بغاوش يعطوا انتصار والناس ناعسه تحت الشتا، راه هادشي شوفي اختي الناس المسؤولين وصلنا لهم هاد الميساج، قلنا لهم راه هنا راه كاين الغار، راه لا بقى تهبط هادشي راه غتوقع شي كارثه شي طامه كبرى. اختي انا كنطلب من المسؤولين يتحاولوا يدخلوا، انا ماشي كنهدد فيهم، انا هذاك ميساج كنوصل للمسؤولين، وحنا في الحقيقه راه خاصنا زياره ملكيه من عند بوانا سيدنا محمد السادس نصره الله، وكنشكروه على التحرير ديال الصحراء، مبروك لينا كمغاربه جميعا. خوتي احبابي هاد الناس راه في طامه كبرى، هاد الناس راه كيضيعوا كيموتوا عرق في عرق، راه في الشتاء راه لا حول ولا قوه، راه عرفتي المعاناه ديال هادشي اللي دازت، ربي راه ما بغيناش نوريو الناس، ما بغيناش نفرشوا عباد الله، راه حشومه راه عيب وعار. انا كنطلب من الناس المسؤولين يديروا حل لهاد الناس، واش سيدنا مخول لي مساكن لائق والعيش كريم، علاش ما يعطيوهمش هاد الناس؟ علاش هاد الناس البقاع ديالهم مستافدين منهم واحد وخريبكه راه جوهره، عرفتي راه بلد من جامي العالم كامل كيعرف خريبكه، راه البلد المصدر الفوسفات، راه ذو ثروه هائله، والناس ديالك كيموتوا عرق بعرق، الشباب ديالك تضيع، الساكنه ديالك تضيع، ما بالك اختي هادو الناس راه في الصيف، راه في الصيف راه كيموتوا، راه كيعانيوا، راه كيوصلوا مساكن الدعوه ديالهم الله، كيستنجوا الله، عياو ما يدقوا البيبان، عياو ما يسولوا المسؤولين، عياو عياو. اش غنقول لكم؟ كتبقى بحال شي مسرحيه، سيروا بلاتي غنديروا هادي واخا، وتا شي حاجه ما كاينه، لا حياه لمن تنادي. خوتي احبابي حنا غادي ندوزو هاد الحاله وغاتشوفو واحد الحاله اخرى، انسان ريب عليه بيت وريب عليه الدار وما بغاوش يعطوها حتى ورقه الاصلاح، قالوا لا ما عادش خفتي تزيدي. شوف خوتي انا كنطلب من زياره ملكيه، من زياره ملكيه لقريت بولانوار اللي مهم مشينا في اي قطاع، يا في الشباب يا في الشغل يا في السكن اللائق لا في الضوء لا في الماء، تخيل ما بالك الماء خانز، فاتوره ديال الضوء
اسعار مرتفعه خياليه، وما بالك هاد الناس، ما بالك الناس هادو كي غيعيشوا من غيجيبوا المصاريف. دخلنا عليكم بلا السيد عنده ثلاثه الدراري، كاين مرض هو مريض، كاين مرض هو كتشي مرتو تبركس، واش هاد المرض العائله تبقى تبركس؟ واش حنا راه مغرب حريات، راه مغرب دول خيرات، راه مغرب التسامح، بلد الاسلام. دخلنا عليكم بالله لحالة لحالك شو نص براك صاحبي سادوها بالخيش، راه الحاله اللي وقعت خوتي. اللهم اني قد بلغت وشكرا خويا. قول لخويا المعاناه، كنشكروا الاخت ناديه على هذه المجهودات الجباره كتقوم بها، كتوصل مسكينه ميساج وكتوصل المعاناه ديال الناس، وكنطم المحسنين راه تفاعلوا معاه هو. حنا راه ماشي حنا كنديروا هذا الشيء باش غادي باغي نطرش، حنا باغي نزيدوا بالبلاد قدام. حنا المغرب ديالنا راه في قلوبنا في الدم ديالنا، وبوانا راه نموتوا عليه. حنا الشعار ديالنا الله الوطن الملك، هذا هو الدستور ديالنا. وانا كنطلب من جلاله الملك يحكمنا هو، ما بقى لا وزير الحكومه لا وزير لا والو، يحكمنا هو كالشعب ديالو كراعيه ديالو، منا ليه يحكمنا ويشوف هاد الضايع اللي كنضيعوا. وشكرا. والو لا في هيئات انتخابيه لا في السياسي. شوف قدنا حنا الامال ديالنا عندنا في الله، وبانا جلاله الملك محمد السادس نصره الله والابن ديالو والاسره العلويه. علاش مسؤولين؟ زيرو مسؤولين كاملين، من رئيس الحكومه حتى المقدم كلهم زيرو. وشكرا خوتي المحسنين، تنطالب منكم باش تعاونوني وتعاونوني وتشوفوا هذه الحاله ديالي، هذا هو الطلب ديالي. اختي النمره كلمتك الاخيره اختي، شنو كنطلب من المستمعين اللي سمعونا وشافوا هذه الماساه ديالنا يتعاونوا معنا في سبيل الله. راه اللي عطانا شي حاجه راه عطاها لخرته. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم في خير المستمعين اللي كيسمعوني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنطلب منكم تعاونوني على وليداتي، انا ما باغا حتى حاجه، راه ما باغا حتى حاجه، باغاكم تعاونوني على وليداتي باش ما نسخاكم الله، ما باغا منكم والو. الله يرحم لكم الوالدين. انا خويا النمره، اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كحزه خويا شي هنا ندير لكم تذكير بالنسبه للرقم الهاتف ديال هاد السيده يعني ديال الزوجه، 06 53 47 09 01. اعيد الرقم ديال الزوجه 06 53 47 09 01. ما عندهاش الواتساب، عندها تليفون عادي، لكن جابوا واحد النمره قالوا ديال شي مول الحانوت، ياك مول الحانوت كيتيقوا فيه وغادي يساعدهم حتى اللي بغى يتواصل معاهم في الواتساب. رقم الهاتف اللي فيه الواتساب ديال الجار ديالهم شي مول الحانوت الله يجازيه بخير 06 75 26 65 79. هاد النمره فيها الواتساب وديال الجار ديالهم مول الحانوت. اذا النمره الاولى اللي قلت لكم ديال الزوجه، النمره الثانيه ديال مول الحانوت اللي بغى يتواصل بالواتساب ولا بغى يصور شي كود ولا يقولها ليها. فشكرا لكم خوتي، سمعتوا النداء اللي قالت لكم الخوتها كل المغاربه والقلوب الرحيمه فين ما كنتوا، قالت لكم اي حاجه جات من عندكم هي محتاجاها، اي حاجه، حوايج، سبادريلات، صبابط، ماكله، شطت عليك ماكله جيبها، هي بغاتها محتاجاها، فراش، كذلك ساعدوهم باش يعالجوا وليداتهم. الوليد ما قدرش نوري لكم عويناتو، الوليد الصغير عويناتو مراض بالحساسيه، قال لهم الطبيب الحساسيه المفرطه، ما لقاوش باش يعالجوه. رب الاسره عنده المشكل ديال السياتيك، دوز مره واحده ما قدرش يعاود يرجع، علاش؟ لان محتاج، نعم بلاش الوريقات اختي راه باين الواحد، الا تواصل معكم شي واحد في الواتساب وبغى يتاكد وريو ليه. ما قدرش يرجع عند الطبيب لان المصاريف ما عندوش ديال العلاج، عنده ولد اخر ما تشخصتش الحاله ديالو نهائيا، كيشوفوا فيه وتيفوضوا الامر ديالهم لله سبحانه وتعالى. عنده ولسيس في العنق ديالو، ما عرفوش مناش وما عرفوش شنو هو السبب، وما قدروش يشخصوا الحاله ديالهم. يا ربي كما قال كنضربوا مع القوت اليومي ديالنا، مناش كنجيبوا القوت اليومي ديالنا من البركاسه، وهاد البركاسه هي اللي سببت الحساسيه. الولد عايشين في واحد الحاله يرتلاها في براكه، لا ماء لا ضوء، كتقطر، يعني مأساة حقيقية اخوتي. الى هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من بولانوار نواحي مدينة خريبكة، دمتم في رعاية الله، الى اللقاء. انتظرونا اخوتي في مباشر اخر، معاناة اخرى هنا بالدوار ببولانوار. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.